تشوف وشك بخير يا حاج. على هواني يا ولدي. خلاص راجع اسكندريه. ادعي لي معاكي. دعي لك في كل صلاه. بس انت مش هترجع لما نطلع معاك بكره انا ومرات مندي على الشهر العجاري عشان نعمل لك التوكيل اللي كنت عايزه. عشان تعرف تجيب حقك وحق ولد الله يرحمه. وحق كل المظالم اللي اتظلموا زيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه؟ ما بتردوش على موبايلاتكم ليه؟ خلاص؟ كلكم عملتوها سايلنت؟ ما انت عارف بقى محمود الجلسة ودوشتها. طب وبعد ما خلصت الجلسة؟ دي الساعة 5. معلش بقى قلنا نتكلم لما نجي لك أحسن. طب وفين الأستاذة المحامية؟ ما جاتش معاكوا ليه؟ ما انت عارف منى يا محمود هي مقدرة عصبيتك، فقالت يعني بلاش تجي لك عشان ما تتخانقوش مع بعض. هو أنا مجنون؟ شايفيني ماشي هتقص في خلق الله؟ بس ماشي بعدين. المهم اخبار الجلسه ايه؟ كويس والله. ما سالتش عليا خالص. انتوا هتجننوني. شفت اديك ابتديت تطقش في خلق الله. بس يا شادي بص يا محمود، بصراحه الجلسه اتاجلت النهارده عشان القاضي ما قدرش ينظر في القضيه في غياب المتهم، وعشان كده شدد على النيابه باتخاذ الاجراءات القانونيه بضبط واحضار المتهم. طب والنيابه هتجيبه ازاي اذا كان كل الجوابات الرسميه اللي النيابه بتبعتها للداخليه ما بيردوش عليها؟ يا سيدي هو ده الموضوع اللي انا هكتبه عندي في الجورنال. وبصراحه اللي بيحصل ده فضيحه، ووزير الداخليه الجديد لازم اشوف له حل فيها. تلك ولع في نفسي في اي مصيبه في اي حته. قعدت تقول لي لا استنى يا محمود، الوزير الجديد هيجي يا محمود، الدنيا هتتظبط يا محمود. اهو الوزير الجديد جه وحالي زي ما هو. ايوه يا محمود انت عندك حق، بس الموضوع مش هيجي بين يوم وليله كده. برضه نضغط من خلال الجورنال، وكمان من خلال البرامج اللي هتناقش اللي مكتوب، ونشوف ساعتها. والله بما ان كلكم طلعتوا متفائلين وانا اللي طلعت حمار، اتفضلوا اتفضلوا تعالوا شوفوا. ايه ده؟ اتفضل يا استاذ. انتوا عشان مصر واللي شفناه كلنا كان زي الاسد جوه السجن وهو بيدافع عنه وبيحاول يمنع اللصوص والحراميه والخونه دول ان هم يخرجوا بره السجن، لان دول لو خرجوا معناه ترويع المواطنين الامنين. احنا كمان حاولنا ندافع زيه وكنا في مرمى الرصاص وكان ممكن نكون شهداء، بس ربنا ما كتبلناش الشهاده، كتبها العالي بيه وزملائنا الابطال من الضباط والامناء والافراد سواء كانوا شهداء او مصابين. بس احنا بنوعدهم اننا هنكمل الطريق ومش هننسى اي حاجه قلناها لهم ومش هنفرط ابدا في القسم اللي اقسمناه سواء ليهم او للشعب المصري، وباذن الله هنجيب حقوق كل المصريين، وان شاء الله الشعب المصري كله هيستمتع بانجازات ثورتنا العظيمه، ثورتنا المجيده، ثوره 25 يناير. ها حد فيكم جسمه أشهر؟ محسن عرفة بقى بطل من أبطال الثورة، وأنا واللي زيي هربنا من السجن عشان نخوف المواطنين الأبرياء اللي قاعدين في بيوتهم. شفت آخرة الضغط الإعلامي يا أستاذ عمر؟ والله أنا خايف نضغط أكتر من كده يا عين وهيثم وزير داخلية. جرى يا محمود؟ ما تهدى على الراجل شوية، أنت ناسي إن أنت قاعد في عين. إيه يا شادي أنا كنت اشتكيت لك يا أخي، ما أنا برضه ليا لسان. قولها يا شادي. أنت ناسي إنك قاعد في بيته؟ لا مش ناسي، أنا مش نادي وجميله ده فوق راسي العمر كله، وكل يوم بسأل نفسي إيه اللي يخلي راجل زي ده يستحملني، في نفس الوقت ببوس إيدي وشي وظهر إن لسه الدنيا فيها ناس محترمة ورجالة زي الوسط عبد الناصر مش بقى على الفاضي وبيقفوا مع المظلومين بجد مش كلام. يا عم كتر ألف خيرك، أنا مش زعلان من اللي أنت بتقوله وشايله معبي زيك ومش مصدق اللي أنا شفته ده.
انا عايزك تفهم كويس ان هما مهما يحبطونا مش لازم نستسلم. احنا ما كناش بنحارب كم واحد لما اتسجنوا ولا سابوا مناصبهم، حالنا خلاص هينصلح. احنا بنحارب نظام بحاله له مصالحه ورجالته، المعركه بيننا وبينهم طويله، ولازم تعرف كويس ان هما عمرهم ما هيسلموها بسهوله. عشان كده انا اتمنى اقول لك لازم يكون نفسنا طويل. نفسنا ايه؟ طويل طويل. هات سيجاره. فكها بقى الاول، تلاقيك حرقت قلب السجاير اللي في الشقه من كتر التوتر. ما انا بفكها اهو. ربنا يتوب عليكم البلوه دي. اللي معرفش ان الدوله يعملوا فيكم دي هتعمل اللي قال عمنه. شايف؟ من ساعه ما بطلت سجاير ما بطلتش تضايق في اللي بيشربوا سجاير، ده ناس تاخد الصور اللي على علب السجاير تطبعها على هدومها. يا سلام، وانت بتقول فيها؟ والله فكره اعملها عادي يعني. ايه؟ اهدى شويه يا معلم. ممكن اقول لك على حاجه عملتها منى اللي ساعدتك خلاص ما بقتش تعرف تقعد معاها ساعه على بعضها من غير خناق؟ والله بالعكس يا عمر، انا عارف ان منى جدعه و100 راجل، بس اعمل ايه يا اخي؟ عايز افش غل في اي حد. بس ما قلتليش عملت ايه؟ انت عارف انها شغاله على مسارين بالتوازي، القضيه المرفوعه ضد هيثم خليل ومباحث امن الدوله، والقضيه المعموله ضد وزاره الداخليه بتهمه فتح السجون عمدا وتعرض حياتك وحياه عبد الرحيم وكل اللي معاكوا للخطر. النهارده بقى قررت عشان تضغط اكتر على اداره السجون بانها تسلم لنا الملف بتاعك اللي المفروض على اساسه تدخل بالسجن. وعشان كده قدمت طلب للنيابه لسماع اقوال الراجل اللي هو بتاع الجماعات الاسلاميه اللي كان معاك في السجن ده، اسمه ايه؟ دكتور ابراهيم عبد الحميد. ايوه هو ده. في خلال يومين هيكون مستدعى في النيابه علشان يضلب اقواله. طب مين قال لك ان هو ممكن يتعاون؟ ممكن يخاف من اداره السجن وقتها عيشته. يا ساتر عليك يا اخي، مش عايز تدري حلو ابدا؟ طب ده انا افتكرتك هتمسك التليفون تكلم منى، تقول لها متشكرين يا متر، هو ده الكلام، هو ده الشغل، الله ينور. بص يا راجل، انا الدنيا علمتني ما افرحش غير لما اشوف بعيني. عموما يا سيدي، ابراهيم عبد الحميد مش هيبقى عنده اي مبرر ان هو يخاف ولا جامل اداره السجن اصلا. عشان امبارح صدر قرار من رئيس الوزراء بالافراج عن كل المعتقلين السياسيين اللي مش صادر ضدهم احكام ايا كانت انتماءاتهم السياسيه، وكلها يوم ولا اتنين وهتلاقيهم طالعين بره السجون. يعني مش بعيد يتعرض على النيابه وهو حر، وكمان مش هيكون لابس لبس السجن. يعني لو كنت انا وعبد الرحيم قعدنا معاهم كانش حصل لي كل اللي حصل لي. يا محمود، انت ناسي انك رسميا ما انتش مسجون على اساس انك جماعات اسلاميه، وحتى وعدك معاهم في العنبر ما كانش بشكل رسمي. يا سيدي بهزر بهزر يا سيدي. سبحان الله، ده طلع العائدون من أفغانستان حالهم أحسن ألف مرة من العائدون من بورسعيد. دكتور إبراهيم، ممكن نعرف اللي حصل حضرتك في حياة النيابة في قضية اتهام الداخلية فتح السجون؟ هو لم يكن تحقيقاً، ولكنه سماع أقوال في بلاغ تقدم به أحد المواطنين ادعى فيه أنه كان معتقلاً معنا، والحمد لله وفقني ربي وأدليت بشهادتي. طب ممكن نعرف ملخص لأقوال حضرتك دي؟ ينفع يا متر؟ لا مانع. طيب مفيش مشكلة. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. الحقيقة أنا حكيت كل اللي حصل بكل الأمانة، وأشدت بما قام به رجال الشرطة وما شهدناه من بسالتهم وهم يقومون بحراسة السجون وتأمينها وإحقاقا للحق، فإنهم قد تصدوا بكل بسالة وشجاعة لمحاولات كل المجرمين فتح السجون بالقوة، وهذا ما جعلني أدرك أن هناك مؤامرة تحاك ضد هذا البلد، مؤامرة يقوم بها أناس لا يريدون الخير لهذا البلد، وكلهم من أبناء نظام الطاغوت الذي حكم البلاد وهلك الحرث والنسل. لهذا أصررنا على البقاء في سجن أودعنا فيه عنوة ظلما عمدا دون سند قانوني أو محاكمة عادلة. أصررنا أن يعرف الناس جميعاً أننا لسنا طلاب دنيا، بل نحن طلاب حق. لهذا أصررنا على البقاء، وكلنا يقين أننا لن نخرج مهانين هاربين مذعورين، بل نخرج إن شاء الله مكرمين مرفوع الرؤوس والهامات. وهذا ما حدث بفضل الله العلي الكريم.
بس رجال تأمين السجون دول حضرتك هم نفس رجال النظام اللي بتسميهم رجال الطاغوت اللي هم بيحكموا البلد. لا لا يا أختي الكريمة، هؤلاء أبناؤنا وإخواتنا وحبات قلوبنا، وهم جميعا ويعلم الله أن قلوبهم مليئة بالمشاعر النبيلة، وليس بيننا وبينهم إلا كل الخير. صحيح كان ينالنا بعض الأذى والعنت، ولكن هذا ليس بأيديهم، هذا كان طاعة لرؤسائهم من أبناء الشياطين الذين هلكوا البلاد والعباد. بس مش كده حضرتك، ممكن حد يفهم ان بسبب الاطراء والمدح ده ان في صفقه تمت ما بين النظام اللي بيحكم البلد وبين الجماعات الاسلاميه، وعلى اساسها خرج كل قائد الجماعات الاسلاميه فورا من السجون. صفقه يعني ايه حضرتك؟ يعني حضرتك كنت عايزانا نفضل في السجون واحنا مظلومين عشان تنبسطي؟ لا يا اختي الكريمه، انا أربأ بك ان تكرري ما يقوله نخبه من يدعون بالعلمانيين، لأنهم كرهوا أن يخرج المظلومون من السجون. هذه هي، محدش كان موجودكم أصلاً في السجن. بس على فكرة بعض من النخبة اللي حضرتك بتسميها علمانية وهي مش كده أصلاً، كانوا بيدافعوا عنكم وانتوا جوه في السجن. طيب يا ستي شكر الله لهم، أين السؤال؟ ما أنا لسه هكمل حضرتك. السؤال هنا ما فيهوش إدانة لخروجكم السجن، السؤال هنا عن توقيت وكيفية خروجكم السجن. يعني في مطالب كتيرة جداً من الثورة ما بتتنفس بالسرعة دي. اتفضل يا سيدي، آدي الإعلام بتاعنا. يعني إيه حضرتك؟ بدل ما تفرحي بإنصاف المظلومين عمالة تقولي كلام وفلسفة فاضية؟ يعني نرجع للسجون عشان تنبسطوا يعني ولا إيه؟ ونسيب لكم الساحة فاضية تقولوا فيها اللي انتوا عايزينه؟ ألا ساعة ما تحكمون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ايه رايك؟ رحت استفتيت. اول مره في حياتي اخش لجنه انتخابات من ساعه ما اتولدت. مش قادره اصدق نفسي. شايف الطوابير في التلفزيون عامله ازاي يا محمود؟ ده انا امي اللي اسمها امي اللي ما بتنزلش من البيت الا عشان خاطر تجيب خضار من السوق نزلت واستفتت، بس هي قالت لا، وقالت لابويا ان هي قالت نعم علشان ما تخنقش معاها. مالك يا محمود ساكت ليه؟ سيبني عمال ارغي. ولا قلت لي جيت اسكندريه ازاي ولا جيت ليه؟ لما انا عرفت شادي قال لي وفرحت لك. طب ما كلمتنيش، باركت لي في التليفون ليه؟ بس عارف البت منى دي جدعه، ما كنتش متخيله ان هي تديني فرصه زي دي. انا ابويا ما كانش راضي يجيبني عيش في اسكندريه هنا غير لما حلفت له يمين ثلاثه ان انا هدخل بيت عمتي كل يوم الساعه 8 بالليل، وكمان ادي له التمام في التليفون. استنى اوريك الكارنيه بتاعي. مراقبه من منظمات المجتمع المدني. ما تركزي في الصوره بس عشان شكلي ما بقاش حلو في الكارنيهات. بس ايه رايك يا محمود؟ اتغيرت زي ما قلت لي ولا لا؟ على فكره ما اتغيرتش عشانك، انا اتغيرت عشان عايزه اتغير. كفايه بقى عيشه اكل عمرها وقله صنعه. جدع بنت شيرين، انما قولي لي مين اللي وصلك هنا؟ منى ولا راجل؟ لو منى اللي وصلتك ومستنياكي تحت انطقي. لا طبعا، انا سالت وقالوا لي عنوان وجيت لوحدي. انا وانا بليده ولا ايه؟ ماشي. رايح فين؟ هقفل الباب. باب ايه يا اخويا اللي تقفله؟ انت نسيت ان انت فسخت خطوبتك عليا وسبتني كده؟ ايه علاقة قفل الباب بفسخ الخطوب؟ يعني انت بتعترف ان انت سبتني؟ انا؟ امتى الكلام ده؟ بقول لك يا شيرين، انا مش حامل خناق والنبي. لا خناق ايه؟ ان شاء الله ربنا ما يجيبش خناق خالص. ايه رايك بقى في المفاجأة دي؟ احنا نهزر؟ كده يا محمود؟ لا ترد على تليفوناتي ولما اجي اخبط عليك ما تفتحليش، في ايه؟ ما هو اكيد كنت بتيجي لوحدك وده ما يصحش طبعا. ايه؟ يعني عشان جابت لك شغلانة هتمشي وراها زي الهبلة؟ بتكلمها كده ليه؟ مالكيش دعوه انت يا منى، هو بيرتاح ونفسيته بترتاح لما بيشخط فيا. على فكره بقى هي ملهاش اي ذنب، الفكره كانت فكرتي انا وانت السبب. يعني انا المفروض المحاميه بتاعتك، بس ولا عارفه اكلمك في التليفون ولا عاوز تقابلني، ولما ببقى محتاجه اوصل لك اي معلومه او اطلب منك حاجه مهمه لازم من خلال راجيا او شادي او عمر. في ايه؟ بتعاقبني؟ بعاقبك؟ عاقبك ليه؟ ده انت كتر الف خيرك. بتدافع عني كل المده اللي فاتت دي من اجل الوطن. بصراحه بقى الموضوع ده مضايقني. لما يبقى معايا فلوس ادفع لك اتعابك هبقى اكلمك. اتعاب ايه؟
ولا من امتى طلبت منك اتعاب ولا باخد فلوس من حد اصلا؟ ما انت عارف كويس احنا منظمه حقوق انسان غير قابله للربح. اه بتدافع عن الفقراء والمهمشين، بس بصراحه بقى انا مهندس ميكانيكي قد الدنيا وما احبش اخد فرصه غيري اولى بيها. معلش يا منى، هو كده نفسه عزيزه عليه وده اللي جابني وجابه ورا. وبعدين مش انت عرضت عليا عرض؟ متهيألي ردي وصلك مع شادي. اه وصلني بصراحه مش عاجبني. انا بدات ازعل يا محمود من عدم ثقتك فيا. هي الهالم قالت لك عايزاني في ايه؟ لا والله ما قالت لي حاجه، كل اللي قالته لي ان هي عايزه توصل لك وانت مش بترد عليها. منى بقول لك ايه؟ كل لمحمود تيجي عند محمود وستوب، لو عايزه حاجه منه كده ولا كده انا ممكن اخسرك في لحظه. تخرب عقلك يا شيرين، بس بلاش كلام فارغ. الهالم عايزاني اسلم نفسي للبوليس عشان موقفي يبقى احسن في القضيه بدل ما انا هربان. يا نهار ابوك اسود ومهبب، وانا اللي وثقت فيكي؟ عارفه يا منى انا اول ما شفتك في النيابه انا مش مرتاحه لك، فاكر يا محمود؟ فاكر. يا بنتي افهمي، احنا دلوقتي بنحاول نضغط على الداخليه عشان نجيب هيثم ده يجيب اقواله قدام المحكمه، صح؟ طيب هنعمل ده ازاي ان كانوا كل الشهود يا اما ماتوا في ظروف غامضه يا اما اتقتلوا؟ مفيش حد قدامنا حي غير محمود. وان شاء الله هيفضل حي غصب عنهم باذن الله. صدقوني ده الحل العملي عشان القضيه تتحرك بدل ما هي واقفه كده متجمده في مكانها. اكيد عملي اكتر يا محمود منك طول النهار والليل تلف حوالين بيت هيثم. اه يمكن يكون نسي حاجه فيرجع ياخدها فتستفرد بيه. ولعلمك بقى البوليس لسه ما نزلش الشارع، بس مصيره ينزل ولما ينزل هيقبضوا عليك. صدقيني يا شيرين اللي بيعملوا ده خطر جدا عليه، بس لو انت رحت وسلمت نفسك هتبين حسن نيتك. احنا دلوقتي بنحاول نضغط على الداخليه ويجيبوا هيثم ده. محدش يجيب لي سيره الضغط ده بدل ما انا اللي يجي لي الضغط. بعد الشر عليك يا حبيبي، بس اقول لك حاجه بصراحه باين ان كلامها معقول. اتفضل. معقول مين يا مجنونه انت؟ عايزاني اروح اسلم نفسي الحكومه عشان يعملوا فيا زي ما عملوا في عاصم اسماعيل؟ هبوط بقى حد في الدوره الدمويه ولا يبلعوني حاجه؟ اظن بقى قولوا لي البلد اتغيرت. ها طب لما هي اتغيرت يا استاذه منى ليه مش عارفين نجيب ضابط قصاد القاضي عشان يحاسبه؟ شوف يا استاذه منى، عشان تعملي اللي في دماغك ده قصادك حل واحد، انك تبلغي عني، بس اعملي حسابك ساعتها هرفض انك تدافعي عني وهرفض ان اشوفك وهرفض ان اكلمك. انا كلامي خلص معاكي وانت قاعده ولا رايحه لعمتك انت كمان؟ لا طبعا رايحه لعمتي، بس اقول حاجه لمنى. امسكي يا منى، انا مش عايزه الوظيفه دي خلاص، بس هقول لك حاجه، انت تنسي موضوع ان محمود يسلم نفسه ولا انت تبلغي عنه. انا عارفه ان انت طيبه وبنت حلوه مستحيل تعمليها، ويلا بقى نمشي عشان الوقت اتاخر. يلا يلا سلام يا محمود. خدي بالك من نفسك يا شيرين. حاضر يلا حبيبتي يلا. ايه ما بتردش على تليفونك ليه؟ ما انت عارفه مش عايز وجع قلب. طب فين عمر؟ نايم جوه راجع من السفر تعبان. مالك يا راجل في حاجه؟ هي اي حاجه؟ الاسكندريه مقلوبه بره، الشباب محاصرين مقر امن الدوله. ايه؟ هو ينفع عنده يحصل؟ هو نفع يا سيدي. النهارده الصبح واحد من الشباب الثوار اسمه حسن مصطفى كان معدي بالصدفه من جنب مقر امن الدوله، لقى لك عربيات خارجه من جوه وعماله تحمل في كراتين. الكراتين دي شكلها كان بيقول انها وثائق. راح لامم الشباب وعملوا وقفه قدام المقر. قاموا العساكر طالعين عليهم فوق السطوح وقعدوا يضربوهم رصاص ومولوتوف لحد ما عوروا شباب كتير. عربيات الجيش عملت ايه بقى؟ راحت سحبه نفسها من قدام المقر، وطبعا الناس كانت هايجه جدا. طبعا الشباب لقوها فرصه واقتحموها. يلا بقى صحي عمر. Thank you.
باشا! والله العظيم ثلاثة ما عملت حاجة يا باشا! ملحوش فيهم كل الملفات. بخصوص المدعو محمود عبد الناصر الذي أرسل الفرع مذكرة للتحري عنه، نفيدكم أن المذكور والده من العناصر اليسارية الإيثارية المحرضة على قلب نظام الحكم والمناوية للسلطات القانونية، وسبق اعتقاله أكثر من مرة، وهناك تأثر واضح لابنه به يمكن أن يجعله مصدر إزعاج للسلطات في موقع حساس كهذا، ولذلك نوصي بعدم قبول تعيينه حرصا على أمن الدولة. والله الموفق والمستعان. أظن في حاجات ما كنتش هتعرفها عن نفسك إلا لما تقرأ الورق ده. إيه يعني؟ إيه ولاد التافهة دول؟ هما كانوا فاضيين للحاجات دي؟ بس ما تنكرش إن هما مقصرين يا أبا برضو. ده مفيش أي تفريغ لخناقتك مع أمي. الظاهر بقى معرفوش يحطوا كاميرات في البيت عشان أمي على طول لابدة فيه. هما يعني كانوا هيغلبوا؟ يعني الظاهر إحنا ما كناش على درجة عالية من الخطورة، وإلا كانوا اتصرفوا وحطوا لنا كاميرات من اللي بتصور وتسجل تسجيلات من إياها. الحمد لله كنا اتفضحنا دلوقتي. تسجيلات إيه يا حاج؟ أنت هتعملهم عليا؟ ما راحت عليك يا عبد الناصر. وحشتنا ضحكتك يا ابن الكلب. يا فين ضحكتي دي يابا؟
ده انت اللي بتضحك. عندك حق، يمكن عشان نفسي اشوفك بتضحك افتكرت انك بتضحك. اضحك على ايه؟ على بلد بتتجسس على شعبها وولادها بدل ما تنصفهم وتديهم حقوقهم؟ اضحك على مستقبلي اللي ضاع يابا عشان ضابط شاطر قرر ان انا لازم اطلع زي ابويا، عنصر اثاري ومناوئ و... معلش يا ابني انا اسف والله. اسف على ايه يا حاج؟ اسف اني ورطتك انت واخوك، وإن اخترت تمشي في طريق صعب في بلد ما بتحبش إلا اللي يمشي جوه الحيط مش حتى جنب الحيط. هو يعني يابا اللي مشي جوه الحيط سلم؟ اسماعيل اهو وعاصم وفي ألفات زيهم، مش مشوا جوه الحيط يابا، لا دول حفروا أنفاق تحت الأرض زي الدود عشان محدش يدوس عليهم، وبرضه اتهرسوا بالجزم وخوفهم محمهمش. أنا بتشرف بيك يا عبد الناصر عشان انت ما طلعتش دوده جبانه بتهرب وتستخبى. ما انكرش انا كنت دايما بقول لنفسي يعني لو كان فضل في حاله وبطل محاربه الفساد وساب حقوق العمال مش كان عاش وعايشنا. بس عارف يابا بعد الرحله اللي انا عشتها وشفت قد ايه الظلم ما بيسيبش حد في بلدنا لما يطوله، اتعلمت ان انت اخترت الطريق الصح يابا، طريق الأرجل والأجدع والأشرف. انت هتفضل فوق راس العمر كله يا حاج انت وأحمد، وهفضل اختار طريق كل حد ما اموت يابا، ندور على حقي وما سيبوش أبدا وما اسكتش عليه. ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يكرمك. أهو الحمد لله دلوقتي لقيت الورقة اللي كانت مدوخاك، تقدر تضمها لأوراق القضية اللي منى رفعها على الجامعة عشان تثبت إن حرمانك من التعيين كان وراه سبب تعسفي. خلاص يا محمود الدنيا اتغيرت، مش هيقدروا يتحكموا في مصير أي حد تاني. مش هقدر أقولك إنك متفائل يابا عشان أنت طول عمرك متفائل، حتى في عز الظلمة كوحل عبد الناصر كنت متفائل، بس أنا بقى مش معاك المرة دي يابا. ليه يعني؟ عشان مش عارفين نلاقي الضابط اللي اسمه هيثم؟ لا يا ابني ربنا هيقدرنا وهنوصل له ان شاء الله، وهياخد جزاته في الدنيا قبل الاخره هو واللي زيه. خلاص يا محمود اللي فات مش هيرجع تاني، انت عارف يعني ايه ان الناس تقتحم مقرات امن الدوله في مصر؟ ده معناه كبير قوي، مش معناه سقوط الجهاز اللي عذب الناس وبهدلهم وأهانهم وأذلهم لمدة 60 سنة، لا ده له معنى تاني كبير قوي، ده انتصار على رمز كبير عمره 7000 سنة. شوف يا محمود البلد دي كل اللي حكموها سواء كانوا أجانب أو مصريين حكموها بالبطش وبالقهر، بالبصاصين والمخبرين والكذابين والعساكر وكتبة التقرير، كلهم كلهم واحد، تختلف أساميهم بس هم واحد، لهم وظيفة واحدة بس هي الخوف، صناعة الخوف، إزاي يكسروا عين الناس عشان ما تقدرش تبص لفوق، ما تقدرش تبص للحاكم، تفضل عينهم مكسورة على طول. لكن خلاص يا محمود الخوف انتهى، مش هيرجع تاني، مفيش خوف بعد كده. تفتكر كل ده اتغير بعد اللي حصل يا حاج؟ انت مش لسه بتقول ان الطريق طويل؟ ايوه محمود هو طويل بس مش مستحيل. شوف يا محمود احنا عاملين زي ما نكون قدامنا سد عالي كبير وعايزين نهده، بناخد وقت على ما نهده وعلى ما نجيب الأرض، وهناخد وقت كمان عشان نشيل الأنقاض وعشان ننظف. يوم يا ابني البلد دي بتعيشوا فيها وما يبقاش فيها خوف، يمكن أنا ملحقش أعيش عشان أشوف الأيام دي.
لكن انت وعيالك هتعيشوا وهتشوفوها ان شاء الله. ساعتها احمد اخوك الله يرحمه هيرتاح في قبره وهيحس ان دمه ما راحش هدر.